أكبر النتائج كان من نصيب المنتخب الكويتي في المجموعة الثالثة، واللي يتصدرها بثلاث نقاط انتصر بسداسية أمام شمال ماريانا أو جزر ماريانا، يتقاسم الصدارة مع المنتخب الإماراتي. لسه المنتخب الكوري لم يلعب. في الجانب الأيسر الآن، وتلك مجموعة صعبة اللي هي المجموعة الثالثة، انتصر فيها المنتخب الإماراتي أمام المنتخب اللبناني 3-2، 11 هدف في مباراتين، معدل عالي جدا. ستة وعشرين هدف كانت في 10 مباريات في الجولة الماضية. بمعدل 2.6 لكل مباراة، معدل جيد جدا. الهروب والارتداد الآن، إحسان لا ينجح في ذلك، أو رومان حميدي لم نشاهد كثيرا هذا المساء. إحسان عصمة الله، لاعبي الخط أو لاعبي الوسط الهجومي بمهام دفاعية، شاهد 10 لاعبين خلف الكرة. فرزاد تاجيك يفقد كرته لتعود إلى يولي، يرسل كرته تبعد بعد ذلك لتصل إلى حبيب الله اللي يقاتل وحيدا منذ شوط المباراة الأول. تعود الكرة، جونيول يرسل تمريرته لزولاسكي إلى جونيول، ذكية تمريرة لكنها لم تصل إلى واتينغهام أو إلى أليكس. بادولاتو، هذا محمد يوسف يقول هانت ولسه أمامنا ما يقارب 40 دقيقة، والله إنها لحياة طويلة يا محمد. تلعب أمام الكنغر الأسترالي واللي يهاجم بضراوة ويستعيد الكرة بشكل سريع جدا ولن يتوانى أبدا في إرسال العرضية والعرضية التسديدة تلو التسديدة، لكن خطورة المنتخب الأسترالي كانت دائما عن طريق العمق الملعب، التمريرات القصيرة المتبادلة ما بين توماس ما بين جوني وول، يرسل التمرير الآن ويتحصل على ركلة زاوية. 3 ركلات زاوية في 5 دقائق، هذا يعطي مؤشر خطير جدا ودلالة واضحة جدا بأنه سيواصل ضغطه إلى أن يسجل هدف الأول. فيصل سعيد هذه المرة يمنع كرة اللي هو واتينغهام، رأسية واتينغهام. هذه الكرة العرضية، وهذا توماس ثاني أطول اللاعبين في الملعب. ركلة الزاوية ترسل متوسطة تمر من الجميع، تغادر إلى رمية التماس. رمية التماس، تعود الكرة السهلة إلى منتصف الملعب. أسترالية في الجانب الأيسر، تشيريبيير يرسل كرة العرضية، في الجانب الأيسر ترسل الكرة لكنها عالية. كل ما مر الوقت والدقائق
يصبح هناك ضغط أكبر على لاعبي المنتخب الأسترالي، لأنه يعرف بأن في مجموعة المنتخب السعودي، وبأن المرشح إنه ينافس على البطاقة الذهبية اللي ترسل مباشرة إلى بكين. تعود الكرة، رامزوفسكي يرسل التمريرة السريعة، هل يصل إليها شريبير؟ لكنها بعيدة، تغادر إلى ركلة مرمى. العامل البدني أيضا، الإرهاق مع مرور الدقائق سيلعب دوره في المنتخبين، سيكون أكثر وأكبر وأشد ضررا على لاعبي منتخب أفغانستان. لم يتعافى من آثار مباراة منتخب ماكاو، أمضى ما يقارب 60 دقيقة بعشرة لاعبين. تعود الكرة إلى الدفاعات الأسترالية، تبادل النقلات، التمريرات القصيرة البينية، وهي الحل بالنسبة للأستراليين إن أرادوا الوصول إلى مرمى أو زيارة مرمى. فيصل سعيد، جوني يرسل الكرة إلى يولي، يولي برفقة توماس هودينغهام، يعبر بالمهارة، لا يعبر، الدفاعات تكتل، شاهد تكتل كبير بالنسبة لدفاعات المنتخب الأفغاني. إبعاد الكرة بعد ذلك إلى رمية التماس. تعود الكرة في الجانب الأيسر، إرسال الكرة العرضية، فيصل يبعدها وينقذ الموقف. تسديدتين مباشرة فقط في شوط المباراة الأول. وهذه بعيدة، الثالثة تغادر إلى ركلة مرمى. فيصل يقع على أرضية الملعب، يسقط على أرضية الملعب أيضا جواد ألوكويت. ستكون فرصة كبيرة بالنسبة له، لأن ستكون مواجهة مباشرة أيضا ما بين المنتخب السعودي والأسترالي. المنتخب الأسترالي أيضا سيلتقي بالمنتخب الفلسطيني، لن تكون مباراة سهلة، لذلك يريد أن يعطل وأن يتسلح منا ويخرج بنقطة ثمينة المنتخب الأفغاني. صافرة وخطأ، عصمة الله الغائب تماما وكليا عن مجريات المباراة. إرسال التمريرة، إحسان إلى علي رضا، علي فرزاد تاجيك يرسل كرة عالية وطولية، حبيب الله وتسديده، أخطر كرات المنتخب الأفغاني. يهاجم الآن، يهاجم الآن، جرأة ونجاعة من المنتخب الأحمر. ركلة زاوية، شاهد تمريرة فرزاد تاجيك والمتابعة من حبيب الله تاك، ركلة زاوية، رومان حميدي يرسلها قصيرة،
فرزاد تاجيك مهاري فرزود يعبر بالمهارة يرسل كرة بلا متابعة بلا متابعة بلا متابعة. تمر من الجميع هذه كرة فرزاد. يسجل خطورة للمرة الأولى طوال المباراة منتخب أفغانستان وكأن يعطي رسالة للاعبي منتخب أستراليا بأن قادرين في أي لحظة أن نصل إلى مرماكم. لكن الهدف الأسمى بالنسبة لرفاق أحمد مهري هو الخروج بالتعادل. هل ينجح في ذلك؟ هل ينجح يا رازمو فيسكي؟ طلب الكرة يا رازمو، يرسل الكرة نادو فيسكي الآن أو أليكس بادولاتو يعيد الكرة. رازمو فيسكي طلب الكرة ولكنها سهلة، وقع على أرضية الملعب، كان يطالب بخطأ. في المجموعة الأولى منتخب السوري أيضا انتصر أمام منتخب بنغلاديش 4 للا شيء، تعادل إيجابي ما بين قوام ومنتخب بوتان 1-1. لنتائج الجولة الأولى، المجموعة الثانية كمبوديا 4-1 أمام نيبال، والمنتخب البحريني الشقيق انتصر 1-0 في مباراة صعبة هناك في صين تايبي، الدولة اللي تستضيف المنافسات المجموعة. في المجموعة الخامسة أيضا المنتخب العماني ينتصر 2-1 أمام ماليزيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية 4-0 أمام سريلانكا. انتصار كل المنتخبات العربية سوى منتخب لبنان خسر أمام منتخب عربي شقيق، والمنتخب الفلسطيني كذلك أمام شقيقة منتخبنا الوطني السعودي. التبديلات تأتي الآن. نادو فيسكي يغادر وميغيل بيزيو يغادر. تياغو كوينتال ولوكا يوفانوفيتش. تبديلات هجومية، لوكا يوفانوفيتش وتياغو تياغو كوينتال لتغيير مجريات المباراة. تعود الكرة في الجانب الأيمن، أستراليا لم يبدل، لا يبدل محمد زادة، يعني تغييراته كلها استنفذها بعد الدقيقة 80 المواجهة الماضية. ينتظر، أمضى أول ربع ساعة من شوط المباراة الثاني وهو يصل إلى ما يسمو وإلى ما يصبو إلى الآن، إلى ما يريد إلى الآن. لسه أمامه نصف ساعة هي الأخيرة، ولكنها أيضا طويلة جدا. النصف ساعة للمرور له بالمهارة، الدفاعات تنجح أيضا، تنجح أيضا. واقع على أرضية الملعب، حبيب الله
يعود اللعب الآن. رمي التماس فيها يواصل الكنغر الأسترالي الضغط، يواصل ضغطه، إرسال كرة عرضية، التسديد، تليأتي التسديد الآن من مسافة قريبة لكن صعب 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 جدا. التكتل أمام مرمى فيصل سعيد في الجانب الأيسر الآن بالمهارة هرب عين العيب أليكس لعيب، إرسال كرته تصطدم المطالبة بركلة جزاء. تغادر إلى ركلة الزاوية، ركلة الزاوية هذه اللقطة الماضية بادولاتو أليكس، إرسال ركلة الزاوية تعود الآن للارتداد، الهروب بسرعة كبيرة، إرسالها عودة 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 بسرعة كبيرة من رياس يولي. رياس يستعيد الكرة، رياس في الجانب الأيسر، هل غادرت؟ ما زال اللعب متاح أمام شيريبير، يعيدها إلى رياس، بعد ذلك إلى الدفاعات لزولاسكي، بونيتيك إلى شيريبير إلى يولي، يولي رياس يرسل كرته لزولاسكي في الجانب الأيمن، راز موفيسكي يقاتل وحيدا بالسرعة، يهرب الآن من أجل إرسال عرضية، هذا ما يطمع، هذا ما يطمع إليه، إرسال كرة عرضية. تعود الكرة، جميع لاعبي المنتخب الأفغاني في ملعبه، وكل ما مر الوقت ومرت الدقائق العامل الذهني والنفسي لدى عيني عصمة الله مر بطريقة رائعة من لاعبين، الارتداد هل ينجح الآن؟ تيمور 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 أو اللي هو رومان رحيمي، رومان يا رومان، لن تجد الفرصة مرارا وتكرارا بهذه الطريقة والمساحة بهذه الطريقة، أضعها. كان أمام المساحة ولدي زيادة عددية، تعود الكرة في الجانب الأيسر، أليكس يعيدها إلى رياس يولي، يولي والتبادل التمريرات مع راز موفيسكي، يبعدها علي رضا إلى رمية التماس، فيصل من أجل استنزاف الوقت، إراحة لاعبي أكثر، أحمد مهري يبعد الكرة لتعود في منتصف الملعب لمنتخب أفغانستان، في الصراعات البدنية لا ينجح ولا مقارنة إطلاقا، الحل الوحيد بالنسبة للعامل المهاري. في الجانب الأيسر عالية وطولية ترسل في المساحة وفي الثغرة، لكن يغلق الثغرة وينهي الخطر حارس المرمى فيصل سعيد. رياس لزولاسكي، راز موفيسكي لزو، بونتيغ في المنتصف، أليكس، يولي، البحث عن الثغرة،
البحث عن الحل، كيفية الوصول، تجاوز الدفاعات والوصول، لأنه يعلم جيدا بأن الهدف الأول سيسهل أمام، سيفتح أمام الطريق إلى مرمى فيصل سعيد. 13 تمريرة، 14، 15، الآن صراع ثنائي ينجح فيه إحسان رحماني ويبعدها إلى رمية التماس. يوفانوفيتش الآن في أول اختبار يا يوفا يرسل عرضيته، لكن يبعدها أحمد مهري إلى رمية التماس أو يصل إليها قبل أن تغادر. شريبير، بونتيغ، يول، ليزولاسكي، أطول اللاعبين في الملعب، ماراليزو، رازموفيسكي، تعود إلى ريس يول، يرسل العرضية حلوة، لكن الدفاعات حالة تسلل أيضا، دفاع متأخر وتكتل ينجح به إلى الآن ويجاوز منتصف شوط المباراة الثاني. ويقول محمد يوسف زادة والله هانت، ما بقل القليل، ها هو يعني ما يخطط، ما يخطط له وما ما يصبو إليه، إن لو خطف أيضا تعادل من المنتخب السعودي ولو لعب مباراة الند للند 50-50 أمام المنتخب الفلسطيني واستطاع أن يخطف الانتصار يصبح لديه 8 نقاط. بهذه الطريقة أتوقع أن يحصل على المركز الثاني، لأن هناك مواجهات مباشرة ما بين المنتخبين الأسترالي والسعودي كمنتخبين مرشحة. ولو افترضنا ذلك فهو يسير إلى الآن بطريقة رائعة إلى النقطة الرابعة. في الجانب الأيسر، لكن الإنجاز وليس الإعجاز، الإنجاز لو وصل إلى النقطة السادسة وانتصر أمام الكانغاري الأسترالي، ليش لا؟ وارد في كرة القدم كل شيء. في الجانب الأيسر أليكس، مرر كرته رازموفيسكي، كوينتال، رازموفيسكي، ريس، يرسل التمريرة لكنها سهلة، عرضية كانت سهلة تمر من الجميع. إرسال التمرير الآن، استعادة الكرة. في الجانب الأيمن كوينتال يرسل تمريرة زاحفة ذكية في منطقة الجزاء، لكن لاعبين أمام لاعب في كل المواقف في منطقة جزاء المنتخب الأفغاني، لاعبين أو 3 لاعبين أمام لاعب، زيادة العددية في الحالة الدفاعية، حالة متكررة طوال المباراة. ليزولاسكي، رازموفيسكي، راسمو يرسل التمريرة، صافرة وخطأ. ماذا لدينا؟ بطاقة صفراء، بطاقة صفراء، كان هناك تهور، ربما الضرب بدون كرة على فرزات تاجيك، وبطاقة صفراء ليام بونيتيك. ترسل الآن التمريرة، يعيني على المرور، صافرة وخطأ. فرزاد تاجيك، مهاري فرزاد،
مر امام فرانس ديلي. عالية وطولية ترسل ولمسة يد تأخر فيها حكم المباراة العراقي يوسف سعيد. هذه لمسة اليد اللي كانت على كوينتال. يعاني من آلام عضلية علي رضا إجهاد. لعب 82 دقيقة المباراة الماضية، استبدل بعد ذلك هذا المدرب الظاهر أمامنا محمد زادة، من أهم اللاعبين بالنسبة له علي رضا فرزاد تاجيك. يعود اللعب ويستانف اللعب. كرة عرضية ترسل في الجانب الأيمن بعيدة مرت من الجميع، لم يصل إليها ولم تصل إليها أقدام رومان. رومان حميدي فرانس ديلي إلى كوينتال في الجانب الأيمن، مرر إلى الظهير الأيمن النشط والرائع جدا يرسل كرتي العرضية. كوينتال والمتابعة وتسديدة تصطدم بعد ذلك بالدفاعات تبعد إلى ركلة زاوية. استبسال ينجح وعلي رضا يقول له خلاص مقادر، خلاص يقول له خلاص يا محمد يا يوسف يا زادة، لا يستطيع إطلاقا. هذه العرضية الماضية الراز موفيسكي عادت إلى كوينتال، بعد ذلك بادولاتو. عالية وطولية ترسل الآن فيصل سعيد يبعد كورته. المرور الآن، المساحة الآن، المرور الآن، الارتداد الآن. هنا في الرواق الأيسر كان هناك من ينتظرها، عصمة الله كان يريد أن يحسم نقطة سادسة كما حسم 3 نقاط في الجولة الماضية. يا عيني بالمهارة، يا عيني على مرور. يرسل الكرة الآن إلى من؟ إلى رومان. يرسل كرة تمريرة خاطئة أيضا من رومان. واقع على أرضية الملعب أحد اللاعبين والأسترالي تريفور مورغان، يجهز الآن فابيان وكاميرون. فابيان تالاتيرا وخيسيه كاميرون.
يعود اللعب الآن وتعود الكرة في منتصف الملعب. أستراليا كما ذكرت تبديلين ينتظرها المدرب. تسديدة حلوة من مسافة بعيدة، يعود إلى حل التسديدات الآن. تبديلين، من سيغادر؟ لم يتم إجراء التبديلات إلى الآن. تعود الكرة في الجانب الأيمن، كوينتال يرسل التمريرة إلى يولي. فرانس ديلي يعيد الكرة إلى بادولاتو. فرانس ديلي نشط وسط المنتخب الأسترالي، أصبح لديه تنوع أكثر. ريس بات يلعب بأريحية بعد وصول فرانس ديلي ومغادرة توادينغهام. تعود الكرة سليمة إلى ريس في الجانب الأيمن، كوينتال البديل يرسل التمريرة. القادمون من الخلف والتسديدة، هذه عرضية وتسديدة ضاعت. فرصة مواتية للمنتخب الأسترالي للعبور والمرور من هذا المازق، مازق الدفاعات الأفغانية اللي تضع في مازق وتضيق الخناق. 12 دقيقة متبقية ومجموعة والله ليست بالسهلة يا مورغان. حفيظ الله أيضا يستعد للوصول، مشاركة الأولى لم يشارك المباراة الماضية. في الجانب الأيمن صافرة وخطأ. يغادر رازموفسكي. وفرانس ديلي أو علي رضا عفوا. يغادر وحفيظ الله بديلا له. اسمه طلا يقع على أرضية الملعب. علي الطولية ترسل الآن، يبعدها شريبير لتعود صراع هوائي. يصافر وخطأ على اللاعب البديل. حفيظ الله عبد الله سيشعر بالضغط أكثر الآن لاعب المنتخب الأسترالي. في الجانب الأيمن كوينتال، أليكس بادولاتو، كوينتال إرسالها يوفانوفيتش والتسديدة. يا أليكس يا بادولاتو، النقطة الأقرب للتسديد اللي يصل إليها المنتخب الأسترالي ولا يسجل. لكن كما ذكرنا هو الحل دائما عن طريق هذه التمريرات، تمركز إسناد إعطاء تمريرة للقادمين من الخلف، فتح مساحة وبعد ذلك تسديد مباشر. سوى ذلك المنتخب الأفغاني سيقاتل بضراوة إلى الثواني الأخيرة وينجح إلى الآن. وارد في كرة القدم كل شيء. طالت الكرة على خيسيه كاميرون وغادرت إلى رمية التماس. إحسان رحمن يرسل تمريرته، فرزاد ما بين لاعبين
عادت الكرة فرانس ديلي يرسلها لكن قصيرة مساحة الآن. تيمور شاه يا تيمور يرسل التمريرة حلوة تيمور وعادت الكرة إلى سليم الآن حبيب الله يا هوتاك. لاعبين أمامكم ستة لاعبين ستة لاعبين. يعود تيمور الآن يصل تيمور الآن وتسديدة من مسافة بعيدة جدا. لكن مباراة كبيرة للأمانة للمنتخب الأفغاني بناء على الفوارق الفنية البدنية الجاهزية الرتم سير المباراة ظروف المباراة. يعني مباراة كبيرة قياسا على كل هذه الأسباب يقدمها لاعبي المنتخب الأفغاني رغم أن كل شيء يسير في صالح المنتخب الأسترالي. فيصل يا فيصل يصل الآن يترك المرمى خوي جول 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 في المرة الوحيدة التي ترك فيها مرمى الكنجر يصل إلى المرمى البديل لوكا يوفانوفيتش يسجل أول الأهداف في الدقيقة 84. شو اللي جابه فيصل؟ شو اللي وداه سعيد؟ شو اللي جابه؟ يعني الكرة بعيد سنة وعما يستغلها لاعبي المنتخب الأسترالي حسرة كبيرة شاهد حسرة كبيرة من لاعبي المنتخب الأفغاني. كان يفصل ست دقائق فقط ست دقائق هي ما كان يفصله عن الخروج بنتيجة إيجابية وممتازة جدا. أليس لدي ما يخسر الآن؟ هذه الكرة الماضية تهور فيها تسرع فيها تهور كوينتال اللي راوغ حارس المرمى بذكاء. شاهد الإصرار هذه التفاصيل الصغيرة تأتي بالثمار بعد ذلك. شاهد الإصرار كان بإمكانه يعني أن يتحصل على خطأ وبطاقة صفراء على حارس المرمى لكن واصل لأنه يعي جيدا بأن اللي أمام حارس مرمى لذلك المرمى خاوي. أرسل تمريرة ذكية بعد ذلك. هذه التفاصيل تجعل المنتخب الأسترالي أيضا يقاسم الصدارة. ابتكاك الكرة لكنها بعيدة غادرت يا عصمة الله إلى ركلة زاوية إلى ركلة مرمى. عالية طولية بونيتيغ المرور بمهارة ومواصلة اللعب لكن العودة للخطأ على أحمد مهري وبطاقة صفراء على أحمد. غاضب جدا أحمد كان يأمل في الخروج بنقطة. التهور كرة ثابتة الآن لن يستعجل لاعبي المنتخب الأسترالي الآن. سيحاولوا إبقاء الكرة في حوزتهم ما استطاعوا ذلك والبحث عن الثغرات. يا عيني على التمريرة كوينتال تبديل الثلاث نقاط تبديل الفوز يا ولد. لعيب صاحب 18 سنة كوينتال تياغو تبديل آخر أيضا ماتين وحيدي يغادر وعلي رمضان يصل الآن. خرج لاعب ارتكاز ويرسل مهاجم ثاني ليس لديه ما يخسره خلاص. علي رمضاني بجانب حبيب الله أول لمسات والكرات يا علي.
تعود سهلة من جونيول. المرور بعد ذلك يوفانوفيتش وكوينتال صاحب الهدف الوحيد، أو أليكس بادولاتو يعيد الكرة. خيسيه كاميرون، فرانس ديلي، إرسال التمريرة، جونيول تبعد بعد ذلك إلى رمية التماس. رمية التماس، فابيان، فرانس ديلي، جونيول في الجانب الأيسر يقاتل أليكس وحيدا، بعد ذلك التمريرة، يعين المرور بمهارة بمهارة هنا في الجانب الأيسر، هنا التمريرة، انتظار التمريرة. تأخر جدا فرزاد تاجيك، كان مصر جدا على إرسالها إلى الجانب الأيمن. تناقل التمريرات لاستدراج لاعبي المنتخب الأفغاني، إجبارهم على ارتكاب الأخطاء كما نشاهد الآن. في الجانب الأيسر فابيان يوفانوفيتش، إريس يولي، كوينتال والعرضية، لكن راسية سهلة تأتي من أليكس وعالية وطولية ترسل، استرداد الكرة، الكرة الثانية دائما لدى لاعبي استراليا. المرور بسهولة وإرسال العرضية، لكن إبعادها من أحمد أو جواد. استعادة الكرة، خمس دقائق يضيف الحكم العراقي يوسف سعيد، هي ما يفصلنا عن نهاية المباراة. ليس لدي المنتخب الأفغاني ما يخسر، وكما يقال الخسارة بواحد زي الخسارة بعشرة، يعني علي أن يندفع بأكبر عدد من اللاعبين. تعود الكرة، كان المطالبة بخطأ من قبل علي رمضاني، فيصل يرسل كرة طولية تصل إلى عصمة الله، تبعد بعد ذلك وتعود إلى الدفاعات الأسترالية. كاميرون، خيسيه كاميرون، وتمريرة خاطئة وارتكاك بعد ذلك. جواد أوكوزاي يبعد الكرة إلى رمية التماس. في الجانب الأيمن ترسل التمريرة، الاقتراب، كوينتال، ركلة جزاء، ركلة جزاء، البديل الذي جلب الأفراح، كوينتال اللي تسبب في الهدف الأول يتسبب الآن في ركلة جزاء. لمسة يد على أحمد مهري واضحة كانت أمام منظار الحكم العراقي يوسف سعيد.
يتقدم لتنفيذها لوكا يوفانوفيتش صاحب الهدف الأول. يريد صدارة الهدافين في هذه المجموعة. رابع الأهداف في المجموعة والثاني لو سجل في المباراة. لوكا هل يقضي على المباراة أمام فيصل سعيد؟ لوكا يوفانوفيتش جول ثاني، جول ثاني يقضي على أمر المباراة، ينهي المباراة. نفس اللاعب البديل أو البدلاء اللي غيروا كل شيء بالنسبة لي، تريفور مورغان اثنين لا شيء. والهدف الأول اللي غير كل شيء، اللي فتح كل شيء. هذه ركلة الجزاء نفذها بكيفية رائعة جدا، سريعة وقوية على يمين حارس المرمى. اثنين لا شيء. يصل إلى أول ثلاث نقاط بنفس الرصيد مع منتخب أفغانستان ومع المنتخب السعودي، ولكن بفارق الأهداف في صدارة المجموعة. في صدارة المجموعة يا عصمة الله. سليم الكرة تعود الآن، يأتي ثانيا للمنتخب السعودي وثالثا للمنتخب الأفغاني. إرسال التمريرة بعيدة بعيدة بعيدة. الثواني الأخيرة وأقل من دقيقة متبقية. في الجانب الأيمن فرانس ديلي، العودة لزولاسكي، البحث عن ثالث في الجانب الأيسر لكنه متسلل تريبير في اللقطة الماضية. معها العراقي يوسف سعيد ينهي المباراة كليا بانتصار المنتخب الأسترالي في أول اختبار وأول مباراة له في الجولة الثانية باثنين لا شيء. هدف الأول كان في الدقيقة 84 ومن نفس اللاعب في الدقيقة الثانية من الوقت البديل لوكا يوفانوفيتش. اثنين لا شيء، حظنا أوفر للمنتخب الأفغاني. أنا هيثم طحطوح كنت معكم واصفا معلقا لأحداث هذه المباراة. ألقاكم بحول الله في قادم المباريات من هذه التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 سنة. إلى ذلك الحين إلى اللقاء.